أعزائي المشاهدين برحب بيكم في ليلة عام جديدة. يسعد مساكم، كلام من دهب دايما وإياكم. فكرة كلام من دهب طارق علام صاحبي كان جايب الفكرة عبارة عن إن عايزين نعمل سؤال مثلا عن المية، فهننزل محطة مية وهنسأل العاملين اللي فيها السؤال عن المية، فاللي هيجاوب هياخد ربع جنيه ذهب. اتطورت الحكاية، ما بقتش عبارة عن سؤال لبتوع المية عن المية، لا ابتدينا ننزل الشارع وابتدينا نعمل في وسط الناس. أول أوردر أنا نزلته مع طارق علام عشان نصور أول حلقة أول لقاء كان مع راجل طارق بيسأله نازل تعمل إيه، كنا في مدار رمسيس، قاله نازل أدور على شغل، فقلت لطارق عايزين نكسب الراجل ده، وفعلا الراجل أول ما كسب الجنيه الذهب فرحة كأنه دلوقتي كأنه كسب 10 مليون جنيه، اللي هو مسك في طارق والصريخ وصويت في الشارع مش مصدق نفسه ان هو فجأة من راجل ارزقي نازل يدور على شغل فجأة بقى معاه جنيه ذهب، اللي هو رزق من حيث لا تدري، ربنا سبحانه وتعالى قسم له وقسم لنا ان نبتدي الحكاية بنجاح. لغاية لحظة معينة بنسجل مع سيدة راكبة عربية آخر موديل ليلة عيد، أنا فاكر كويس جدا آخر حلقة في رمضان، طارق بيديلها الجنيه الذهب، قالت له لأ أنا بتبرع بالجنيه ده فوقيه جنيه كمان لأطفال مستشفى أول ريش. من هنا تحول البرنامج النقلة من إن هو كان برنامج بتاع مسابقات لأصبح برنامج مسابقات وبرنامج خير. كلام من دهب استمر 16 سنة، حوار صريح جدا أنا عملته لمدة 9 سنوات، الست دي أمي عملته لمدة 5 سنين، حوار صريح جدا منى الحسيني، كلام من دهب طارق علام، الست دي أمي يوسف معاطي. مسبيرو ليه فضل عليا كبير قوي قوي قوي، قدم ناس كتير جدا 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 وأتح لهم فرص كبيرة جدا، أنا واحد منهم. مسبيرو صاحب الفضل عليا في أني كانت بداياتي في حوار صريح جدا، كانت بداياتي في كلام من دهب، بعد كده الست دي أمي، بعد كده قصة حياة عبد الرحمن الأبنودي، بعد كده قصة حياة عمر الشريف، عملت بعد كده قصة حياة أحمد رمزي واللي كان بيحاوره أحمد السقا، عملت مذيع لأول مرة، عملت ليلة العمر، عملت الدماغ فيها إيه، وهلما جرى برامج كتير جدا جدا جدا. وصاحب الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى وأمي هو مسبيرو.